نروح لبرج ديزاين. بيقول create from schematic. yes ده البرج ديزاين. هنا في بعض التولز كده ما استخدمناهاش في الاسكيماتيك ديزاين، هنستخدمها هنا في البورد ديزاين. هي فعالة هنا طبعا اكتر من هناك. فبداية كده دي الكومبوننت بتاعتنا اللي كانت هناك في الاسكيماتيك ديزاين. هنيجي هنا هنرتبها داخل المربع الابيض ده. ممكن برضو نفس اللي كان شغال هناك، كليك يمين هيلف معاك الكومبوننت، هترص الكومبوننت بتاعتك زي ما انت عايز. طبعا المفروض انك مش بترص بشكل عشوائي كده. هنتكلم عن بعض الرولز كده يعني خفيفة، هي مش رولز يعني، بعض النوتس يمكن تعبير افضل في موضوع الترتيب ده. حاول تخلي الحاجات الواصلة مع بعض وقريبة من بعضها او هي جنب بعضها، تكون مرتب طبعا برضو لمسة الجمال المطلوبة في الديزاين. شكل الكومبوننت يكون ازاي عشان الاوتبوت بتاعك للسيركت كده يبقى ايه شكلها ظريف، يعني يكون ترتيبك فعال. مثلا الكونكتورز الانبوت او الاوتبوت جنب بعضها. في حاجة مهمة هنا في موضوع الفيرتيكال او الهوريزنتال للمقاومة. لما يجي التراك يعدي كده، فممكن لو هي فيرتيكال لو هي هوريزنتال كده يسمح له انه ممكن يعدي تحت الباكج، لكن لو هي فيرتيكال طبعا لازم يلف بعيد عنها. فده بينفع ازاي؟ ان ممكن تكون الدايرة مش مستاهلة انها تكون دبل لير، فما فيش مكان يعدي منه التراك، فبتضطر تخليه دبل لير. لكن ممكن باسلوبك انت بوضع المقاومة مثلا هنا مكانها ممكن يفرق عن هنا شوية. يعني لو لقيت تراك كده ممكن ما يوصلش، ممكن تظبط الكومبوننت شوية بحيث ممكن يلاقي له مكان يعدي منه، بحيث ما تضطرش تستخدم الدبل لير. خلي الدبل لير لما تكون انت محتاجها فعلا. في ممكن تلاقي تراكات كلها وصلت وتراك امبوسيبل ملهوش سكة ابدا، يعني ملهوش طريق خالص انه يوصل. هنشوف الحاجات دي يعني، او هندي نوتس عنها لما نيجي نعمل الروتيت ونعمل اللي هو ايه التراكات. تمام كده. فخلي الدبل لير زي ما قلنا لما تكون محتاجها فعلا ضروري. فممكن ايه السلكة مثلا ما يكونش ليها طريق زي ما قلنا، منها سكة خالص امبوسيبل، اعملها بريدج ما فيش مشكلة خالص. بعد ما تخلص الكومبوننت سيب لها مكان الفيا بتاعتها ووصلها بسلكة، ما فيش مشكلة ابدا في الموضوع ده. انت بتوصل حاول تخلي السلك ايه يعني بشكل افضل، يعني ساعد البرنامج بانه ممكن يوصل لك التراكات بشكل اسرع، وفي نفس الوقت بعيد من موضوع انه يضطر انه يعمل لك دبل لاير. طيب هنا في مشكلة بسيطة كده. المقاومات R5 و R6 وده الكونكتورز مش عارف ايه، انا معرفش مين الانبوت ومين الاوتبوت في الناس دي، اعمل ايه؟ ولا المقاومة دي انا عندي مقاومة مثلا 220 كيلو، وعندي مثلا مقاومة تانية 4.7 كيلو، مين المقاومات دي؟ هنا بقى علشان نغير الموضوع ده او نحط الفاليو بتاعت المقاومات والكومبوننت دي، زي ما اتفقنا نرجع للاسكيماتيك ديزاين تاني ونعدل هناك. تمام، ازاي ممكن تتعدل؟ دي بيعدل لك الفاليو بتاعت المقاومة، ودي بيتعدل لك النيم، يعني دي R5 R6 R7. ممكن تكتبها الفيدباك مثلا زي مقاومة R1 دي فيدباك اساسا على الاوب ام، فده ممكن يغير لك اسمها، بدل من R1 تكتب فيدباك. دي R2 دي هنا الفاليو بتاعتها هي قيمتها 7 فولت 8 فولت، سوري 7 اوم 8 اوم. نعم نغير بقى عشان نعرف، نضغط كده وعلى قيمة المقاومة R1 نكتب مثلا فيد كفاية عشان نطلع لها الطاقة احنا، وبعدين نحط بقى ايه القيمة بتاعتها. ممكن هي فيدباك تكفي في المقاومة دي، معروفة فين مكانها، يعني قيمتها هنا مش انا مش كاتبها.
نفترض انها 4 مثلا و7 من 10 كيلو. اوكي، دي قيمتها. نغير برضو R6، برضو R6 كانت 1 كيلو. دي ايه النيم فاليو، النيم فاليو بدي القيمة بتاعتها. كيلو 1 كيلو. ده الديود هو بيقول لك ان دي فاليو اساسا، يعني انا غير النيم بس، ممكن بتاعه اسميه مثلا ايه دي ريلي، عشان عارف ان ده اللي هو موجود على الريلي. انت صغن يعني تنشوميتر ده مكانه معروف R3. ممكن الفاليو يخليني طبعا اعرفها، مش شرط اغير النيم. R3 دي بصراحة، R3 دي اساسا المفروض انها مش موجودة، دي خطأ. سكيماتيك 220 كيلو. اوكي، تمام. هنسمي ده مثلا ايه انبوت، هنسميه انبوت اي سي، مش انبوت اي سي، هو انبوت اي سي. للاسف طبعا ما ينفعش هنا، ينفع المسافة في الفاليو، ينفع انبوت اي سي. ودي نسميها اوتبوت، تمام، بحيث نعرف الكونكتور، الكونكتورز دي. دي نسميها ال ال اي دي ال دي سوري دي ال دي ار دي دي ال دي ار ال دي ار خليها كابتن شكلها. سوري. اوكي تمام كده. R4 دي نحطها الفاليو بتاعتها. R4 الفاليو كام؟ 4.7، 4.7 كيلو. واللي تحت 10 كيلو، 10 كيلو. طيب ديليت لدي، مش عايزينها، مش عايزينها. بس ممكن نعمل شو، نتأكد ان كله واصل. تمام. بالمناسبة، نفترض مثلا ان عندنا كومبوننت مثلا كده كونكت، اوكي مش مشكلة، بعيد كده تمام، وواصل بالفي سي سي برضه، يعني انا مخليه بعيد مثلا عشان شكل الديزاين يكون حلو، يكون ايه كويس. هشوف بقى اطراف الفي سي سي المواصله بالفي سي، لاحظ كده برضو هي لونها هيبقى فاتح لانها فعلا هي واصله بالفي سي سي. بس كده دي نوتس خفيفه كده، سوري اذا كنت بتطرق لحاجات اخرى بس ان شاء الله تكون مفيده. نرجع خلاص، انا كده غيرت في الاسكيماتيك ديزاين. شوف البورد ديزاين هتغير، الدنيا هتتغير. فعلا اهو قيم المقاومات بقيت عليها اهو، ونشوف المقاومات كتبت عليها فيدباك هتكون خير دليل. طبعا انا هكبر من هنا عشان لما زنقت كده عايز اروح كده، عايز اروح كده، ممكن اصغر من هنا هتيجي كده واكبر كده. ف شغلانة يعني اعمل فت فت بقى بيظبطها لك بالظبط زي ما كانت اهو. اوتبوت انبوت انبوت اي سي الليد، ده مين اهو ال دي ار. ابدا بقى انا انسق زي ما انا عايز، خلي دي هنا، خلي دي هنا. مثلا تختار زي ما انت عايز، يعني ممكن تخليهم قريبين برضو، نفس الفكرة. موف وموف جروب شغال، كل اللي كان هناك شغال، هنا شغال، إلا في حاجات زيادة هنا طبعا.
تمام. هعمل بقى انا حاجة اسمها روتيت، وهنشتغل شوية شغل كده هنا خفيف، هنتعرف على التولز اللي معانا دي، لان الروتيت دي اساسا بتريح. سوري انا هو اوتو روتيت، اوتو روتيت ده علشان اظبط لك موضوع تراك. طيب هنعمل بقى روتيت علشان نشتغل. طيب انا غيرت البوتوم من هنا، كان اخضر وخليته ازرق وخليته اخضر، بحيث يكون ليه نفس لون البنات، نفس اللون، فكان ازرق اهو، ممكن نغيره تاني. اوكي خليته اخضر انا بحيث ايه ما لخبطنيش، يعني كده اخضر في الشكل افضل. تمام كده. حبيت بقى، لا انا مش عاجبني في حاجة عايز افكها، ممكن سلكة ارجعها، انا شايف لها يعني سكة تانية افضل من اللي هو عاملها البرنامج في الاوتو روتيت ده، ممكن عادي خالص الموضوع ده. من هنا ريبو، اضغط على السلكة مرتين، خلاص كده فكت. ازاي ممكن ارجعها تاني من هنا؟ اهو امشي زي ما انا عايز، برضو عندي متاح ان انا اغير شكل اتجاهي عادي زي ما احنا عايز بالظبط. اهو مثلا اول ما تسمع الصوت اللي حصل ده تعرف ان هو خلاص تمام كده وصلت بشكل جيد. كنترول زد فعالة خالص هنا، ممكن ترجع تاني زي ما كنت. تمام. لا بقى هنتكلم عن حاجات كده مهمة، اللي هو الويدز بتاعت بتاعة التراك صغيرة، ازاي انت ممكن تزودها. هتروح على اللي هو تشين، تمام، و ويدز، لاحظ معايا عشان نختصر بس الموضوع ده، اهو تغير الويدز زي ما انت عايز، بحيث احيانا ما يكون التراك صغير بينزل في الحمض بيتاكل خالص بيتلاشى يعني، فانت تكبر الويدز بقدر الامكان. وبالمناسبة لو انت شغال على دوائر باور بتحتاج امبير عالي، ففي مواقع بتتيح لك فرصة ان انت ممكن فيها بقى يعني اونلاين تحط الامبير اللي انت هتمشيه في السيركت، فهو بيديك الويدز بتاع التراك وبيديك حاجات كويسة خالص انت ممكن تشتغل عليها بحيث تكون في سيفتي انت وشغال بعدين على الدائرة يعني. ايه تاني ممكن هنا نستفيد بيه؟ خلاص احنا اتكلمنا عن الريبوب، واتكلمنا عن ايه، روت. طبعا الادوات دي كانت شغالة هناك في الاسكيماتيك اكتر من هنا. دي نفس زي الشو بالظبط، لاحظ بيوريك الوصل ببعضه ازاي. تمام. ممكن برضو شو شغال عادي يعني مش مشكلة، بس دي اسرع يعني. التكست دي هنشوفها لما تحب تضيف مثلا انه نشوف دلوقتي اسمك على المشروع مثلا، رياء المصنع او الناس اللي عملت معاك مشروع، او اسم المشروع، اسم السيركت، او حتى بس عايز تحط جزئية مثلا معينة مثلا ايه، نيجاتيف او بوزيتيف، في سي سي، جراوند، هنا تحطها هنا على يعني مثلا نكتب اي سي، اي سي ان مثلا، او انبوت اي سي، انبوت اي سي مثلا، ونروح هنا روتيت برضو شغالة، نحطها هنا خلاص كده. هو بالنحاس بقى يكتب لك انبوت اي سي، ودي الاوتبوت. لو عايز تحط تكتب اوتبوت مفيش مشكلة، تكتب اسمك، اكتب اسمي انا مثلا، حطيت اسمي. ممكن تكبر السايز من هنا عادي برضو، اهو مش مشكلة براحتك خالص يعني موضوع. طب ليه مقلوبة؟ يجي واحد يقولك لا دي مقلوبة، مقلوبة عشان انت بعد ما تطبعها هتحط الورقة على البوردة هتتعدل تاني. تمام. فما تعملش ميرور،
هنشوف موضوع الميرور ده وإيه فايدته. طيب نرجع بقى في كل اللي احنا عملناه، خلينا على هذا الشكل. في حاجة مهمة خالص هنا المفروض ننوه عليها، وهي موضوع البوليجون، وأنا هحاول أختم بيه ونسيب الباقي للتوتوريال، لأن البرنامج يعني إن شاء الله اللي أنا وضحته ده هو أكتر حاجة ممكن أنت تشتغل عليها. البوليجون، البوليجون ده كده التركات بس اللي هتطبع، والنحاس اللي هنا كله هيروح منك. فعشان تستنى النحاس ده كله يروح، ممكن تكون السيركت تركاتها صغيرة زي كده، فممكن تتاكل، التركات دي تتاكل تروح منك في الحمض. استفيد انت بالنحاس اللي جوه ده، تستفيد ازاي؟ ممكن نخليه كله جراوند، نخليه كله جراوند ازاي؟ نضيف البوليجون ده، تضغط عليه اهو بوليجون، وبعدين تشوف هتوصله بايه. انا ليه ضفت الفي سي سي والجراوند هناك؟ علشان اعمل عليه البوليجون ده. هكتب جي ان دي، طبعا تفرق اذا كانت كابيتال او سمول. جي ان دي كده البوليجون هيكون على الجراوند. اوكي، وحوالين البتاعه دي السيركل بتاعتي هرسم البوليجون. اول ما يوصلوا ببعض هيبقى شكلهم كده ايه، داش لاين. واعمل روتيت تاني، اعمل روتيت تاني. اوكي، حظنا كده بقى ان الجراوند ما وصلش غير في الجزئية دي بس. ممكن تعمله مع الفي سي سي عادي، بس يفضل مع الجراوند بحيث الفيدباك بتاع يعني في تيارات تبقى راجعة على الجراوند بتاع، على الجراوند هتكون افضل من الفي سي سي. طيب شوية بقى معلومات كده عامة، الوصلة بين البوليجون والبنة، والمسافة بين بين التراك والبوليجون انت ممكن تتحكم فيها بشكل جيد. امتى دي؟ لما تيجي تعمل البوليجون. عايز تفك البوليجون ده ازاي؟ برضو ايه، ريبوب، وممكن تعمل كده وريبوب اول زي ما كنا نعمل خلاص. ريبوب، ريبوب جروب، رجعت زي ما هي. عايز تحذف تدليته من هنا، ديليت، خلاص كده انتهى، انتهى كده. طيب نعمله تاني، جي ان دي، انتر كده خلاص، هو على الجراوند هيتعمل. الايزوليت بقى والويدز والسبيسنج هو ده اللي انت بتتحكم فيه في البوليجون. المسافة اللي احنا بين البوليجون والتراك اللي احنا شفناها دي، من عند تغيرها من ايزوليت، عند أيزوليت. خليها مثلا 4، طبعا دي كبيرة بس عشان تشوفها. والويدز دي اللحظة اللي بيتوصل فيها البوليجون بالبنة، نكبرها، أو الجزئية اللي بتوصل فيها البوليجون ايه، تمام. اسكيب، نعمل روتيت. اوكي، ثواني، هو في كده مشكلة، مظبوط. تمام، مظبوط، بس هو ما قدرش يوصل للتراك ده، طبعا ده كله جراوند. شفت كده، كده عمل معانا، يا اما هيعمل دبل لاير يا اما هنعمل دي كباري. ليه بقى؟ الودز بتاع البوليجون كبير فعبى المنطقة كلها، فما خلاش مسافة ممكن يعدي فيها التراك. نعمل له ريبوب تاني، ريبوب. عملت ايه؟ ريبوب جروب، احذفه مش عايزه. بوليجون جي ان دي، انت كبير، انا قلنا ان الودز كبير صغره شوية بس. كويس كده، لو صغرناه خالص ممكن يبقى
الفرق ده روتيت. بدأ يملى الأماكن أكبر. برضه ساب لنا سكة، احنا ممكن نشوف لها سكة ازاي. هي ممكن نستغنى عنها لأنها بص هنا واصلة بالجراوند وهنا واصلة بالجراوند، فا اوريدي هي واصلة يعني، اوريدي هي واصلة، فممكن نستغنى عنها مفيش مشكلة. وممكن نوصلها كده يعني، نمسك كده ونمشي كده ونمشي كده، ومن بعد ده شوية ونمشي كده ونمشي كده ونمشي كده ونمشي كده، وصلنا للجراوند، هو اوريدي واصل هنا. دي اللي انا كنت بتكلم عليها، انها ممكن تستخدم ده كده وتمشي بيها بقى كده، وتستخدم طبعا دول وما الى ذلك. كان سؤال يعني، بس ده موضوع البوليجون. طبعا هو مش قادر يوصل هنا، فمش مشكلة، احنا بنعمل اقصى مجهود يعني. ممكن لو رتبت الكومبوننت بشكل افضل من كده اكيد كان هيوصل في كل مكان. تمام، الله اكبر. انا عدت ترتيب الكومبوننت مرة تانية. هنحط البوليجون نجرب. طبعا نغير الايزوليت، نخليه مثلا 1 من 10، 12، 1 من 100 سوري، او 12 من 1000. الفكرة الايزوليت علشان لما تكون التراكات ضيقة خالص من بعضها كده، احيانا بيبقى فيه صعوبة ان الحمض يشيل اللي في النص ده، يشيل النحاس اللي في النص، فبتعمل مشكلة شوية. انت كبر الايزوليت شوية مش عارف. وبعدين موضوع الايزوليت ده هيفيدك لما تستخدم التيارات عالية في موضوع الكاباسيتنس وكده ان شاء الله. في الاخر كده هعرض لك شابتر من كتاب، او هدي لك اسم شابتر من كتاب متوفر جدا على النت، مقتبس من كتاب ممتاز بيتكلم عن البي سي بي، الحاجات التكنيكال فيها، ازاي تظبط تركاتك بشكل كويس، ازاي لو انت شغال دوائر كوميونيكيشن بحيث تشتغل معاك بشكل كويس. لان احيانا بتكون معاك الكومبوننت صحيحة والسيركت شغالة بشكل ممتاز على السيموليشن، او انها شغالة اكيد يعني، تعملها براكتيكال بقى او تعملها على البوردة ما ترضاش تشتغل. طبعا يفرق موضوع ان التراك مثلا زاوية قائمة، او انه يعني مش عايز هنا حاجة زي كده، زاوية قائمة او لا، او هو لافف كده او هو مايل كده، تفرق كتير. الموضوع ده بيفرق كتير خالص خصوصا في دوائر الكوميونيكيشن. طيب نشتغل بقى، نشوف البوليجون جي انتر، نرسمه. اظن هيطلع افضل من المرات اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا هو ملل السيركت كلها، تحس كده انه شغله مهندسي. طيب نشوف في هنا مشكلة عندنا صح. الجراوند هنا، الجراوند بتاع الاي سي مش واصل بالجراوند الاساسي، فهنضطر نستخدم ايه بريدج. ودي على فكرة جراوند برضو، نطمن ان دي واصلة بدي، ان احنا ممكن ايه نعمل شو كده للجراوند. نعمل شو للجراوند اهو، فهي كده فعلا واصلة اهي. فاحنا ممكن مش هنقدر نستغنى عن ده الا لو ده وصل، يا اما يوصل هنا يا اما يوصل هنا، فلازم نلاقي له ايه حل. فأنا ممكن نلف بيه ازاي؟ طريقك مسدود يا ولدي. لا ممكن جدا من هنا الجزئية دي ممكن توصلنا ونستغنى عن السلكتين دول. ده التفكير المنطقي اللي أنا بقول لحضراتكم عنه. فإحنا ممكن إيه، ممكن نضيف له واير ونشتغل. طبعا الواير تخين كده صح، نغير الويدز بتاعته مثلا نخليها 1 من 10، وبرضه نستخدم
الموضوع ده. في مشكلة بالنسبة لنا طبعا هنا. ممكن في حركة تانية برضو أو أسلوب تاني، إن احنا ممكن نرجع ده شوية كده ورا كده مثلا، نسحبه شوية هنا، رجعنا. طب ايه ده؟ ده دخل في الجراوند. لا نعمل ايه؟ هنا ايه، نضغط كده، شوف كده المنظر بإزاي بقى كويس. ممكن ايه تاني يخلينا ممكن نوصلهم ببعض؟ هو وجرب هو من بعضه، يعني احنا ممكن ما نحتاجش ان احنا نعمل واير، ممكن نعمل واير ونخلص الدنيا. نبدأ مثلا من هنا ونعمل كده، مفيش مشكلة خالص. وبعدين نغير الويدز بتاعته، ندخنه اهو، تمام كده. كده الأمور استقرت، واحنا ممكن نستغنى عن دول. نتأكد تمام كده، الإضاءة ممتازة. طبعا أي تغيير هنا نبدأ نضغط ايه، نرجع تمام الجزيري مثلا، نغير نحرك ده مثلا هنا، ونضغط ايه راتس نيست اهو، اتظبطت خالص. ممكن ده برضو يعني احنا الواير اللي احنا وصلناه ده، طبعا اتغيرت الدنيا كلها هنا. نشيل مثلا دي ديليت الواير، الواير اللي احنا وصلناه ده سوري، مثلا نحول ده شوية اهو علشان كده. ممكن نسمح مثلا ان الجراوند يعدي من هنا ونعمل راتس يعني الى حد ما. وممكن فكرة تانية ان احنا ممكن ايه، ممكن نعمل ده نجيبه من بره هنا، نعمل كده اهو، وصلت كويس. نايس نايس ورك. طيب مهم تعرف ان ممكن اي حاجة انت بتأشر عليها هنا بيقول لك هنا تحت اهو، لاحظ تحت هنا بيشرح لك هي ايه دي، فانت ممكن تأشر بقى وتقرأ تحت من غير ما ترجع للتوتوريال كتير يعني. خلاص كده نعمل الاوتبوت بتاعتنا، هنطبع السيركت. هنعمل ايه بقى؟ دي السيركت بتاعتي، انا هحتفظ بيها الاول كده، هعمل سيف، هحتفظ بيها كده على ال PDF، وبعدين هرجع يعني هعمل شوية حاجات كده بحيث. يلا هبدأ أعمل الأوتبوت بقى، أو هحولها PDF على أساس أطبعها على البوردة. هعمل إيه؟ بداية كده أنا هسيف ملف بالمنظر ده بحيث أعرف بالكومبوننت، بحيث أعرف الكومبوننت. طبعا لما تحول PDF بتحول كله أبيض وأسود، حتى ده حتى الباكج دي، فمش مش بيفرق بين التراكات والباكج، فممكن طبعا كله ده شورت سيركت. فالأول أنا هحتفظ بالصورة كده بحيث كأنه هشتغل من PDF، مش هشتغل من على الكمبيوتر، انا مشغل على الكاوية او اللحام. من فين؟ برنت. ليه بقى؟ عشان اعرف منها ايه الكومبوننت هتترص فيه، سوليد وبلاك، خليها سوليد وبلاك. PDF A4، لا A4، PDF برنت PDF فايل. طيب هحدد الفايل بقى اللي انا هنزل فيه، انا هحفظها في نيو فولدر واسمها مثلا PCB. اوكي كده انا حفظت صورة PDF، نشوفها. طبعا هي دي مكان الكومبوننت اهو. ممكن
ممكن اشيل البوليجون بحيث اعرف مكان الكومبوننت فين. انا حافظ الصورة دي بس عشان اعرف مكان الكومبوننت، شوف الكومبوننت عاملين شورت سيركت بقى، نشوف نطلعها بقى البي دي اف اللي احنا هنعمله على البوردة. باجي هنا وافتح الالوان دي وهشيل الحاجات اللي انا مش محتاجها. التوب لاير لو في لون احمر انا عايز البوتوم هخليه، البادز، الفيا اللي هي دي هخليها، هشيل دول، ممكن اضغط شيفت سوري شيفت وامشي الماوس كده هيشيل ده كله. انا مش عايز ده كله، مش عايز ده في السيفن سيجمنت بتظهر الحاجات دي. تمام، خليت بس هو اللون للسبب ده انا خليت اللون الاخضر بحيث انا اريح دماغي من غير ما اقرا كده، هو اللون الاخضر اللي انا عايزه من الاول. اوكي، شلت كل الكومبوننت اهي بس كده بقيت معايا ده النحاس اللي انا عايزه، ده النحاس اللي انا عايزه. تمام، برضو بنفس الاسلوب. تمام، لاحظ لازم A4، ده لازم A4. المكان ده اللي هو تكون فيه البردة هنا أو هنا أو هنا أو هنا، سنتر أو مثلا ليفت زي ما أنت عايز، يعني توب رايت براحتك. أهم حاجة A4، لو أنت هتشتغل A4 PDF. تمام، سوليد. الميرور دي مش هتستخدمها إلا في حالة واحدة، لو انت شغال دبل لاير، فلما تطبع البوتوم تطبعها من غير ميرور، والتوب بميرور، لازم التوب تتحط لها ميرور. خلاص انا احتفظت بيها، نشوفها اهو ده شكلها كده. خلاص، في حاجة مهمة خالص، لما اجي اطبع اخلي دي لازم 100%، لازم دي 100% أثناء الطباعة عشان يطلع، ما تطلع بدون سكيل، تطلع بالسكيل الأساسي بتاعها، ما تبوظش مننا. تمام، مهمة المعلومة دي، وحاول تخلي إعدادات الطباعة الحبر زيادة شوية. ندي هنت سريع كده، لو أنا هشتغل اضطريت إن أشتغل توب وبوتوم لير في الروتيت، أنا بشغل طبعا التوب مع البوتوم برضو بخليه أستريك، و لما اجي اطبع بقى البي دي اف مره بشغل البوتوم، مره اشغل التوب والغي البوتوم، اوكي طبعا عشان ما فيش اختفت الدنيا كلها، والمره التانية طبعا اطلع البي دي اف بتاعه بالميرور، مره تانية ارجع البوتوم والغي التوب. لما اجي اطبعها بقى على البوردة بتكون البوردة النحاس من ناحيتين طبعا شغالة، بوتوم وتوب ليها من ناحيتين نحاس. احط البوتوم وبعدين احط التوب عشان اظبطهم فوق بعض بالظبط، بحطهم على لمبة، اجيب لمبة واحط البوردة كده هتشفلي البوتوم، وابدأ اطابق الصورة بالظبط وادبسها بدبابيس، وبعدين ابدأ ايه عملية الكوي، وبعدين اوديها الحمل. هستعرض صور بسرعة كده اللي هيحصل بعد هذه الخطوة. كده احنا انتهينا من النوتس لبرنامج الايجل، نتمنى ان شاء الله نكون افدناكم. هنستعرض الصور بسرعة لباقي الشغل بحيث تتضح الامور للنهاية. دي بوردة النحاس اللي انا بشتغل عليها، دي سنجل لير، سنجل لير. طبعا قبل ما استخدمها لازم انا اصنفرها بحيث بيكون في طبقة من النحاس المتأكسدة، بشيلها زي كده بس، اكون مجهز السيركت بتاعتي على ورق، في ورق في السوق اسمه جلوسي، ورق جلوسي اسمه العلمي جلوسي، مش فاكر بصراحة اسمه التسويقي ايه، بس هو اسمه جلوسي، ورق ممتاز خالص في الموضوع ده. طبعا لازم نستخدم طبعة ليزر، والأفضل طبعا بيحدد الجودة معايا إن الحبر يكون زيادة أو الحبر خفيف، الحبر الزيادة أفضل طبعا.
بعدين ببدأ عملية الكوي على على البرد، أبدأ أكويها يعني من 5 ل 10 دقايق أو على حسب ما أنت تشعر إنه تمام كده، تمت العملية بنجاح. بعدين أخدها وأنزلها في الحمض. طبعا أفضل أستنى البردة تبرد شوية وبعدين بنزلها في الحمض. بعد ما أنزلها في الحمض بطلعها وبعدين بغسلها بأي سائل غسيل الأطباق عادي، ولو في سلك ده بيغسلوا بيه المواعين والحاجات دي مفيش مانع من استخدامه، يعني إذا حسيت إن التركات طالعة بمستوى كويس. طبعا مش تفضل بقى كأنك بتغسل، لأ خفيف خفيف كده يعني، تعامل راقي يعني. هذا شكلها والحبر عليها، طبعا مش الدائرة اللي احنا عملناها بس يعني للتوضيح. ودي بعد ما ايه شلنا الحبر، طبعا صوبت اكيد زي ما انتم شايفين الوضع سيء خالص يعني. بالمناسبة لو في حسيتوا ان الحبر في اماكن مش مظبوط، ففي قلم اسمه كوريتور بنستخدمه مخصوص للبي سي بي، زي قلم الفلوماستر بتاع الالوان، بنمشي على التراك فبيبدأ يعوض الحبر اللي ضاع. زي ما انتم ملاحظين ان الحمض ساب الاماكن اللي عليها الحبر وشال اللي مش عليه. ده اسم الشابتر، شابتر 17 طبعا، اسمه سيركت بورد لاي اوت تكنيك. تمام، اسم الكتاب المقتبس منه اوب امز فور everyone. استعرضوا، كتاب رائع خالص خالص. وما ننساش برضو التوتوريال بتاع برنامج الايجل، هتلاقيه نازل معاه في مكانه في السورس بتاعه يعني على البارتيشن سي. كده احنا انتهينا من شرح برنامج الايجل، اتمنى اكون افدناكم بشكل جيد ونكون قد ادينا الغرض من الشرح. نشكركم على حسن استماعكم. كان معكم أحمد محمد جاد الباري، جامعة أسوان، كلية الهندسة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.